بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنت أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي 2. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة صنع مايونيز. هي وصفة طلبتها أخت، تسمح لي توخرت عليها. حبيبتي راح نعطيك لك الوصفه اللي ما متعوده نعملها في داري. انت طلبتي وصفه المايونيز اللي يتباع في المحلات. حبيبتي تاع المحلات تاكدي لا راه فيه مواد الحافظه. المهم انا نعطيك طريقتي وانت شوفي. المهم اتبعي الخطوات خطوه بخطوه، عفوا الوصفه من الاول الى الاخير. شوفي المقادير راني رتبتهم بشكل تاب، وبكل رتبتهم حسب البداية تاع كل مكون. شوفي، أولا عندنا ملعقة صغيرة موتارد وماسترد، عندنا قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، صفار بيضة، تلت قطرات خل أحمر، 200 سنتيلتر زيت. حبيبتي المقادير باه تصلح لك المايونيز لازم تكون مضبوطة، خاصة بالنسبة للزيت، لاخاطش واش يفسد المايونيز هو الزيت. لكان كترتي بزاف لازم يكون توازن بين الماء اللي موجود في المستردة والمتاخد، واللي موجود في البيض، صفار البيض والدهن والزيت. لازم يكون توازن نص بنص. لكان غلب الماء على الزيت ولا الزيت يكون زايد بزاف، المايونيز تاعك تفسد لك. وراح نعطيك نصيحة في الأخير، في آخر الوصفة، كيفاه تنجحي المايونيز تاعك لما تفسد لك ما ترميهاش. نعطيك ناستيس باه تقدري تمنعي المايونيز تاعك. الان نبداو على بركه الله بالتدريج، او من اليسار، من اليمين الى اليسار. بسم الله نحطو، لازمك عفوا اناء كيما هكذا مضرب، وانا الزيت لازمني ننزلو في الكأس هذا. قياس الزيت حبيبتي يجيك كاس الا ربع، كاس الا ربع تاع الزيت تاع 250 مليلتر. فوالا راح يجي. نحط لاموتارد اولا، لاموتارد في الماء، خلطها. نقرب شوية الكاميرا، والله يعني مليحة هكدا. ملح، قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، نحي بجيه. لازم الملح لازم يتحلل ويتحل في المطاق، بما يبقلناش ما نحطوش في الأخير، نحطوه في الأول. تابعي الخطوات. حبيبتي ما راحش نديرها بالروبو، راح نديرها بيدي كيما انتي كيما انا. ما تقوليش ام دودي دارتها بالروبو، هذيك راح نديرها بيدي هكذا باه نتبعو الطريقه التقليديه تاعنا بكري كيما نديروها. ناشف على روحي كيما نديرها بالمضرب والفرشيطه، نشف على روحي كان حتى المضرب وما كانش. ها الان صفار البيضه، الان قطرات خل، واحد زوج ثلاثه، نضرب
جات في مرحلة صعيبة، راني وحدي نصور. الزيت حبيبتي تحطيه قطرات وتطلعي وتضربي. خلص نبدا بسم الله ونضرب، ما نحبش خلاص، هي فيها الخدمة شوية، تاع الخدمة تضرب تاع باليد يعني بالباتور في خاص معناك. انا حبيت نديرها الاخوات اللي ما عندهمش الباتور ولا ما عندهمش الغوبو، اللي بينا قدروا نديروها بالفوي ولا حتى بالفرشيطة كما تكمنا تنتبكري، نديرها بالفرشيطة وتطلع ما شاء الله. تدي الوقت شوية بصح ما شاء الله تطلع. انا نكمل نزيد الزيت تاعي ونطلع نزيد ونخبط ونضرب، ما نحبش خلاص تضرب مع إضافة الزيت بالتدريج حتى نخلص الكمية تماما، ويبدأ الخليط تاعي يتقل. هنا نشوفوا باللي المايونيز تاعنا راهي نجحت. انا حبيباتي نكمل، نلتقي ان شاء الله لما المايونيز تاعي تطلع. شوفي حبيبتي، شوفي المايونيز تاعنا كيفاه طلعت. مفصل صفار ما تنفصلش الزيت عن الصفار، حاكمه روحها قوام تاعها. شوفي كيفاه هذه طرت، نغطيها. انا درت كميه قليله حبيبتي اسمحي لي باه نعت لك، يعني تدي الخدمه باليد بصح النتيجه رائعه ذوق اروع، لانك خدمتيها بنفسك في الدار. هنا عندي بورتمان ولا كيف نقولوا عليها بول كيما هذا بوكال، انا نخليها تبرد شويه في الثلاجه ومن بعد نحطها في البوكال ونقدمها لك ان شاء الله. وصلنا الى نهايه الوصفه لنهار اليوم اللي كانت هي المايونيز صنع منزلي. حبيبتي من بعد نشوفوا القوام تاعو كيفاه جا بالملعقه. عندي بعض النصائح باه الاخت تنجح في المايونيز تاعها. هي حبيبتي ما تحطيش زيت بزاف، كيما في الوصفه هذه حطينا 200 مليلتر زيت الصفار بيضاء. ضعفي كل ما تديري كميه كبيره ضعفي المقادير، وما تزيديش الزيت بزاف من القياس اللي عطيت لك، لاخاطش كون زيدي الزيت بزاف راح ينفصل الزيت، يعود طالع من الفوق والخليط والبياض الاخر من تحت. باه تنجحي حبيبتي لما تحبي تفسدت لك عفوا لا مايونيز تاعك وحابه ما لازمش تطيشيها، نقول لك يوناستيس باه تغطرابي المايونيز تاعك. شوفي كيما هذه مثلا نقول فسدت لنا، جيبي ملعقه ماء بارد حطيها في اناء وهزي ملعقه من المايونيز اللي فسدت لك حطيها على الملعقه تاع الماء، خلطيها بملعقه حلحلي هذيك الملعقه اللي هزيتي من مايونيز اللي فاسد في الماء، ومن بعد هزي من ملعقه من هنا وحطي في الملعقه في الباسين تاعك هذيك، وخلطي بالفوي حتى تخلصي المايونيز تاعك اللي فسدت لك. وتاكدي حبيبتي باللي المايونيز الثانيه هذيك اللي قاعده تطلعي فيها راح تنجح لك، لذلك هذه هي لا تكنيك اللي باه المايونيز تاعك تعاودي تغطرابيها وما تطيشيهاش. اظن هذه هي النصائح تاع اليوم اللي خاصه بالمايونيز. الان راح نشوفوا القوام حبيبتي. شوفي هنا المايونيز تاعنا نجبته من الثلاجه، شوفي ما كاش الزيت خلاص، ما تشوفيش الزيت في المايونيز.
شوفي انا حطيت شويه شبت غير للديكور، بصح المايونيز تاعك حبيتي تقدري تنسميه بالثوم، لكن حابه باي ذوق حابه ديريه. شوفي المايونيز تاعنا، شوفي حبيبتي الذوق والطعم صنع منزلي، على بالكوش قاعده تاكلي وناجح في نفس الوقت. ما قاعديش نشوفوا الزيت خلاص، دليل على ان المايونيز تاعنا ناجحه 100%. نتمنى وصفتنا لنهار اليوم تكون عجبتكم وفادتكم خواتاتي. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. هذه وصفة اليوم، اذا اعجبتكم اعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى وصفة جديدة ان شاء الله.